نظام لينكس من أشهر أنظمة التشغيل المناسبة للهاكرز والمحترفين. يعتمد هذا النظام غالباً على كتابة الأوامر لتنفيذ المهام، ولكن الشيء المميز هو أنه يوجد أكثر من 600 نسخة لهذا النظام. كل نسخة لها ميزاتها الخاصة المناسبة لفئة معينة من المستخدمين. فمثلاً توجد بعض النسخ الصغيرة جداً والتي لا تحتاج مواصفات عالية، وهي مناسبة للأجهزة الضعيفة أو لاختبار الأجهزة الجديدة. وسبب كثرة نسخ هذا النظام هو أنه مفتوح المصدر ومجاني كلياً، يعني يمكن لأي شخص أو شركة صغيرة تنزيل الكود الأصلي لهذا النظام وتعديله وإعادة نشره. كما يمكن القيام بجميع المهام الموجودة في الأنظمة الأخرى بدون الحاجة إلى كتابة الأوامر، مثل تشغيل الفيديوهات والميديا وتصفح الإنترنت وتثبيت التطبيقات. ويوجد أيضاً شيء آخر مميز في هذا النظام، وهو القدرة على تشغيله من الـ USB مباشرة، يعني لن تحتاج إلى قرص صلب لتشغيله، ويمكن تشغيله كنظام ثانوي. وعملية تثبيته سريعة جداً ولا تأخذ مساحة كبيرة من التخزين. لتشغيل نظام لينكس، أولاً تقوم بتنزيل النسخة المناسبة لك. سوف أترك روابط لجميع نسخ لينكس المجانية في وصف الفيديو. بعد ذلك تأكد من أن الملف الذي قمت بتنزيله بصيغة ISO. لفعل ذلك تأكد من أن الثلاث حروف الأخيرة من الملف هي ISO. بعد ذلك سوف تحتاج إلى برنامج لحرق ملفات الإيزو على الـ USB مثل Magic ISO أو Power ISO. سوف أترك روابط في وصف الفيديو. بعد تثبيت برنامج الحرق، تذهب إلى ملف الذي قمت بتنزيله، ثم تقوم بفتحه بذلك البرنامج أو تقوم بالدخول إليه مباشرة. بعد ذلك تذهب إلى خيار Tools في الأعلى، ثم تقوم بالضغط على Create Bootable USB Drive، ثم تختار الـ USB الخاص بك وتضغط على Start. بعد ذلك تقوم بإعادة تشغيل جهازك، ثم قبل الدخول إلى نظام التشغيل عليك الدخول إلى إعدادات البوت عن طريق الضغط على F12 أو F8، وقد يختلف الزر الذي تضغط عليه حسب نظامك. بعد ذلك تختار خيار USB. بعد ذلك تظهر لك نافذة مشابهة لهذه، تقوم باختيار الخيار الأول ثم تنتظر إلى أن يتم الدخول إلى نظام التشغيل. كما تشاهد الآن تم الدخول إلى برنامج التشغيل بنجاح. يمكنك القيام بجميع المهام التي تريدها. كما تشاهد يمكنك الدخول إلى التيرمينال أو لكتابة الأكواد، ويمكنك استخدام النظام الآن بكل نجاح. شكرا لك على مشاهدة الفيديو والسلام.